السابقة نشوف تي فيلو. سلام، مرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر من مدينة تطوان. عندنا قصة صادمة ومؤلمة، ذات الشاب اللي أمامكم 25 سنة من مدينة تطوان والضبط من حي 4 ساعة. هذا الشاب كانت الحياة ديالو طبيعية عادية جدا، هذه المدة ديال 3 سنين تقريبا، من وصل السن ديال 22 سنة وقع له شي آلام في الرجل ديالو، أمور عادية، ما كانش كيظن أنه ممكن لا قدر الله أنه يجي مرض السرطان في الرجل ديالو بعد ما دار واحد العينة في المستشفى ويعطينا التفاصيل. اذا كما قلت متابعينا، بغينا الايادي البيضاء المحسنين يساعدوا هذا الشاب لانه مهدد بالقطع ديال الرجل ديالو حسب التصريح اللي اكد له الطبيب بعد ما خدا واحد العينه. مباشره من تطوان، قصه صادمه مؤلمه لهذا الشاب، عنده 25 سنه، جا سرطان في الرجل والطبيب قال له خصك تقطع قبل ما ينتقل لك المرض لرجل اخر. تصوروا معي متابعينا ان هذا الشاب 25 سنه، يعني مازال شاب مهدد بقطع الرجل ديالو. نتمنوا بالفعل انه ما يتقطعش هذا الرجل، نتمنى الايادي البيضاء لان عمليه مكلفه، وكنعرفوا المصاريف يعني الماديه مكلفه، ناس اسره بسيطه. غادي نسمعوا التفاصيل على لسانه. تفضل. عليكم السلام. تفضل قول لي. تاش انا قول لي شنو، احكي لي شنو كان. حرق فيا ومشي للطبيب ومشيت للمرات، قالوا لي ما كنستقلوش نص تطوان، رجع فرق من تطوان، مشيت من تطوان صرت محمد الخامس طنجه، تمام التسكاري والتحاليل، وقال لي صافي رجع فحال حتى المرا المولود ورجع. دابا عندنا العطلة، مي رجعت قال لي صافي خصو رجع يتقطع. قلت ما كاينش شي حل، قال لي حل واحد ورجع يتقطع، داك هو الحل اللي كاين. وانا ولا كان شي حاجة بلا ما قطع رجلي، كان شي حاجة شي محسنين يعاونوني نعمل العملية على رجلي. انت شحال دابا شحال هذا المشكل؟ دابا حك سرطان ومشيت وصردوني الرباط، قالوا لي واحد من طنجة تطوان، ومن صردوني محمد الخامس طنجة. ها نعشت واحد السيمانة من واحد عينة في رجلي، بعد صافي بقيت هايدك. ما كيقول لي مشي واجي مشي واجي، كانوا لي المواعي، يقول لي مشي 15 يوم رجع 15 يوم رجعت. رجعت مرة الأخرين قال لي ابني خصك رجلك يتقطع، هذاك هو الحل اللي كاين باش المرض ما يتنشرش في الدات ديالك. وكيجيك الحرايق كتنعس؟ تا هو ما كانش في الحرق بزاف، كيجيني ما كانش في الحرق. غادي نسمعوا متابعينا كما قلت، ماشي عارف غادي 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 نسمعوا متابعينا. معذرة خارج الإيرو ديالنا. تفضل أخي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا خالد المخلوفي، صاحبنا والجار ديالنا، وكبر معانا في نفس الحي 3 سنين، هو كيعاني من هذا المرض، وطالع هو هاد السبيطارات وما كاين حتى شي نتيجه. السيد رجلو مريض يتعالج. دابا كنجدو من الناس ديال المغرب بصفه عامه يشوفوا هاد الحاله هذه. قال الله سبحانه وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. حنا خصنا نعاونوا هاد الشاب هذا، راه قدنا، راه شاب باقي عنده فرص الحياه، باقي غايعيش، باقي غايشوف، باقي بزاف الحاجات خصنا نعاونوه. حتى هو كان بحالنا، حتى هو ما كاينش عامل في الحسبان هادشي هذا باللي غيوقع له. بالحق
قدر الله ما شاء فعل. دابا ما خصنا حتى شي حاجه من غير الدعاء بالخير من هذا الانسان هذا، هي اول حاجه. وثاني حاجه مد يد المساعده من هذا الشخص باش يوقف على رجله مره اخرى. اذا كما سمعتم متتبعي قنشوف تي في، غادي نوريكم هذه الصور طبعا، غادي نوريكم هذه الصور المتتبعين طبعا. زول ديك المنطقه فيك باش توضح لنا الصوره، غادي ماشي مشكل. راه هذا صافي حيد هذا، ماشي مشكل صافي حيد ديك الخدافه. اذا متتبعينا كما كتشوفوا طبعا الصور غنيه عن كل تعليق، ولكن كتاسف متتبعينا نظرا للبشاعه ديال هذا الفيروس اللي للاسف اللي نهك الجسد ديال هذا الشاب هذا كما قلت هنا في مدينه تطوان. 25 سنه تيكون في حي 4 ساعه. نتمنوا المحسنين الايادي البيضاء ان تساهم مع هذا الشاب. الرقم الهاتفي للاتصال المساعده واكبا امام الشاشه متتبعينا، لان هذه حاله لا قدر الله ممكن توقع على اي واحد فينا. شاب كان عادي منذ بدايه الطفوله ديالو، يعني الان ملي وصل 22 سنه، هذه 3 سنين تقريبا ما وقع له هذا المشكل. انتم كتشوفوا طبعا الصور غنيه عن كل تعليق، الطريقه ديال السرطان للاسف. نتمنوا الايادي البيضاء متتبعينا كما قلت، الله يشافيه. تفضل. المغاربه معروفين بالتعاون والتآزر ديالهم، وعندنا امل كبير في الله سبحانه وتعالى وفي الاخوان ديالنا اللي عايشين في تطوان وفي المغرب بصفه عامه، باش نعاونوا هذا السيد هذا وينوض على رجلو. حيت المغاربه هذه هي مشيام ديالهم، هي التعاون والتآزر والاخذ باليد الضعفاء والفقراء بحال خالد ديالنا. وان شاء الله ينوض على رجلو ويكون مزيان ان شاء الله في قادم الايام ديالو. إذا كما قلت متتبعينا، حنا كنتواجدوا معكم مباشرة من مدينة تطوان في شمال المغرب. طبعا هذا نداء موجه لكل مغاربة العالم داخل الوطن وخارج الوطن، الناس اللي باغا دير الخير ها هو أمامكم، اللي باغي يعمل العمرة ولا باغي يعمل الحج ها هو أمامكم متتبعينا. ساهموا مع هذا الشاب لإنقاذ الحياة ديالو طبعا، ونتمناو كذلك أنه يجيب الله الشفاء وما يتقطعلوش رجلو. لكن نظرا للتقرير الطبي بعد ما خداو واحد العينة حسب التصريح اللي عطانا المعني بالأمر، أنه الطبيب قال له خصو يتقطع الرجل باش ما ينتقلش الفيروس والمشكل لا قدر الله رجل اخر. نتمناو بالفعل انه اذا كان شي طبيب مختص في اي منطقه داخل الوطن او خارج الوطن انه يشرح يشخصنا الحاله طبعا اكثر. واذا كان امل نطلب الله امل كبير في الله انه ان شاء الله تكون ناجحه هذه العمليه وما يتقطعش رجله. ولكن اذا اقتضى الحال طبعا الحياه ديالو هي الاهم، نتمناو ان شاء الله يكون خير. اذا دائما متتبعين احنا معكم في هذا البث المباشر من مدينه تطوان في شمال المغرب. الرقم الهاتفي للاتصال والمساعده هو امامكم. جينا عند هذا الشاب هذا طبعا ولد الشعب، اسره بسيطه. نتمنوا الايادي البيضاء كما قلت انهم يساهموا بشكل او باخر في انقاذ هذا الشاب هذا اللي هو عنده 25 سنه. تفضل. القضيه المساله الماديه هي اللي العائق دابا اللي كاين، هو العائق اللي كاين هي المساله الماديه. وكاينين عمليات على ما سقسيت باللي يقدر يزول هذا الورم بلا ازاله الرجل، يعني عمليه مكلفه. الله اعلم، يعني العمليه مكلفه. اللي كنحتاجوها دابا هو الدعاء اولا من جميع المغاربه اللي كيشوفوا هذا المباشر، الدعاء له بالشفاء العاجل في اقرب وقت. وثاني حاجه محتاجين للدعم للجامع في المساله الماديه، حيتاش ما بيدناش، فهمتي؟ ما بيدناش، احنا في الحي عايشين وثلاث سنين وحنا كنشوفوا كيتعذب قدامنا وما قادرين نعدلوا له والو غير الدعاء بالخير. وهادشي اللي كاين. اذا كما سمعتم متتبعينا طبعا الانسان هذا الشاب اللي هو الجار ديالو هنا في حي 4 ساعه في مدينه تطوان. نتمنوا طبعا الدعوه ديالكم بالشفاء، هذا هو الاهم، النقطه الاولى. والمساعده ديالكم طبعا، المغاربه معروفين سواء داخل الوطن او خارج الوطن بالتآزر ديالهم. الرقم ديال الهاتف هو امامكم متتبعينا، الناس اللي باغا دير يد الله بالقليل او بكثير ديروا يد الله ونقذوا هذا الشاب هذا. ونتمنوا بالفعل في القارب العاجل انه يعني ضافر الجهود ديال المواطنين سواء داخل الوطن او خارج الوطن. خاصه الجاليه المغربيه اللي معروفه بالتآزر والتضامن ديالها، وخاصه طبعا المغاربه من طنجه للقويره، باش نكون واضحين هذه حاله استعجاليه ماساويه صادمه بكل المقاييس متتبعينا. نتمنوا بالفعل انه يتم انقاذ هذا الشاب في القريب العاجل. حنا في قناه شوف تيفي طبعا هذه الحالات الانسانيه تنعجلوا بها، يعني ولو يكون شنو ما كان عندنا تنسبقوا هذه الحالات الانسانيه الاستعجاليه، لان حاله طبعا انتم كتشوفوا الورم للاسف في الرجل ديالو اليمنى. نتمنوا خرج حتى من تحت الوار، يعني انت من تحت الوار، يعني طبعا صور غنيه عن كل تعليق متتبعينا. نتمنوا بالفعل الايادي البيضاء كما قلت انهم يساعدوا هذا الشاب انقاذه، يعني يتم انقاذه طبعا قبل ما يتم البتر ديال الرجل ديالو. نتمنوا صادقين انه بالفعل يتم تعجيل
الشفاء ديالو والمساهمه ديال المواطنين كما قال هذا الشاب اللي هو الجار ديالو الان تيطلبوا بالدعوات الدرجه الاولى وفي نفس السياق بالتضامن المادي لان اسره كما قلت وكتعرفوا هاد الامراض بحال هكا لا قدر الله يعني مزمنه ومكلفه خاصه الدواء وهو كما سمعتوا على لسانه انه تيعاني قلتي لي ما كتنعش في الليل قل لي ما كنعش في الليل وقت الحرق فيه ما كنعش كنتعذب في الحرق نص نازلونا فايق قد الحرق فيه كيجيك الحرق بزاف بزاف ما كانهاش هو الشعر ديالو بالحريق كيزولو كيبقى كتبقى تجبد شعرك بالحريق كتراكم الحريق اما دابا راه حتى ناس دابا مع الحريق هو ثلاث سنين هو كيعاني من هذا الشيء هذا انتم حضرتوا عليه انتم الجار ديالكم احنا عايشين في حومه واحده في حي واحد وقدامي دار في دار وحنا دائما كنتالموا ثلاث سنين وحنا كنتالموا مع هذا السيد هذا وما فيدنا حيده من غير نطلبوا الله الخير غادي نسمعوا الحومه ياك تفضل قول لي هذا الجار ديالنا مسكين تربى معنا من الصغر ديالو واصلا من الصغر ديالو ما كانش كيقدر مسكين يقدر يجري وهذاك ودابا كنطلبوا المحسنين اللي يعاونوه والحرق بوبري كيتقطع بالحريق وحنا كنكونوا جالسين هنايا مع خاكي وكيصبر صبر مسكين والله يفتح عليه شي بنت الخير مسكين والله يسهل عليه مسكين وصافي شي معاونه ان شاء الله هذا محسنين وهادشي اللي كاين الله يشافي مسكين وكيتقطع بالحريق هو بوبري ما كيقدرش يجري اصلا ما كانش كيقدر يجري فيه الحريق بزاف ودابا نزاد عليه بزاف دابا خصنا شي معاونه لله في سبيل الله هدايا الله يحسن العون اذا كما سمعتم متسبين على لسان الاصدقاء ديالو الجيران ولاد الحومه ولاد الدرب طبعا تيعاني ومعاه كذلك حتى هما لان العامل النفسي كيلعب دور نتمنوا كما قلت متسبين الله يشافيه الدعوات ديالكم داخل الوطن وخارج الوطن نتمنوا كذلك افراد الجاليه المغربيه انهم يعملوا يد الله مع هذا الشاب انتم كتشوفوا الورم في الرجل ديالو اليمنى خاصه بعد ما خذوا واحد العينه الطبيب ديالو اللي اكد له انه ممكن ماشي ممكن يعني اكد له انه خص يتم بطر ديال الرجل ديالو يعني تقطع الرجل ديالو هو هذا هو التخوف ديال الاسره وديالو الاصدقاء والاحباب نتمنوا انها تكون شي عمليه ناجحه والعمليه رغم ذلك يعني مكلفه الناس ما فحالهمش ناس بسطاء نتمنوا الايادي البيضاء متسبين سواء داخل الوطن او خارج الوطن يساهموا مع هذا الشاب 25 سنه كما قلت كان حياه طبيعيه عاديه هذه مده ديال 3 سنين بحالو بحال يعني ولد الحومه ديالكم يعني اي شاب يقدر يتعرض لهذا الشيء هذا ولا اكثر يعني حنا نعملوا راسنا في موطون ونعاونوا هذا السيد هذا ونشبروا بيدو حيت ما عنده حتى شي مساعده من غير الله سبحانه وتعالى وحنا هنا اللي كنشوفوا هذه الحاله هذه وكناشد اي قلب حنين وفي قلبه الاسلام والدين لله سبحانه وتعالى يشوفنا هذه الحاله هذه ويساعد باش ما كان واخا يدعى الله سبحانه وتعالى بالشفاء وهادشي اللي كان اذا كنا معكم مباشره متسبعين كنشوف تيفي من تطوان من حي 4 ساعه من قلب مدينه تطوان الحوم البيضاء قبل ما نقطع هذا المباشر اخر كلمه غادي نسمعوها من عند المعني بالامر شنو هي الرساله اللي توجهها للمحسنين الله يرحم والديكم ويجزيكم بخير عاونونا واخا بالدعاء ديالكم الله يرحم لكم الوالدي شما طلع نتمنى تدعوا معنا خير الله يرحم لكم الوالدي اذا كما سمعتم متسبين اخر كلمه ديال المعني بالامر تيطلب الدعوات ديالكم لانه تيعيش الجحيم مع الالم وانتم كتشوفوا يعني هذا الورم متسبين يعني الصور غنيه عن كل تعليق المعاناه ديالو مع هذا مرض السرطان في هذا الورم في الرجل اليمنى ديالو طبعا انتم كتعرفوا الحريق ديال السرطان لا معنا شي طبيب او شي طبيبه مختصه كتعرف شنو الالم ديال السرطان في الرجل ما عمرك استعملتي المورفين ياك واحد المسكن ديال المورفين اوكي اذا نتمنوا بالفعل متسبين طبعا ما عمرو استعمل المورفين كل ما كتعرفوا الدور ديال المورفين كيفاش تيوقف الالم هو غالي نتمنوا اذا كان شي واحد في الاستماع داخل الوطن او خارج الوطن بغى يساهم مع هذا الشاب مبدئيا بهاد المسكن ديال الالم ديال المورفين الرقم الهاتفي هو امامكم اخر كلمه للصديق ديالو الدرب اخر كلمه هي اول حاجه الله يشافي لنا الشاب والجار ديالنا هاد الحومه الله يشافيه مسكين حيت ثلاث سنين هو كيعاني من هاد المرض هذا وثاني حاجه نقولها كاينين عمليات اللي تقدر تزول هاد الفيروس وهاد الورم من الرجل بدون خلع الساق كاينين عمليات وكنجدوا من المحسنين هي المسائل الماديه غاليه ولكن المغاربه ما كيغلى عليهم حتى شي حاجه الحمد لله ومعروفين بروح التعاون والتآزر وان شاء الله خصنا شي حل لهاد السيد هذا ما يبقاش نشوفوه دائما معذب قدامنا حيت شارك معنا ذكريات الطفوله وشارك معنا حياته ف
في هذه الحياه هذا، وحتى اذا ما حاش به شي واحد حنا كنحسوا به، والله يشافيه والله يجيب الشفاء وصافي هادشي اللي كاين. اذا غادي نسمعوا اخر كلمه ديال الصديق ديالو كذلك، تفضل معنا تجيا اخر كلمه متسبعين نقل مقطوع هذا المباشر كما قلت مباشره من تطوان. جلس ما فيك مباشره من تطوان بالضبط من حي ربع ساعه، قصه صادمه ومؤلمه لهذا الشاب 25 سنه. حيد لك الميكرو. قل لي اخي شنو الرساله نتا كولد الحومه ديالو؟ انا قلت لك هذا الولد مسكين تربى معنا في حاخانه، فهمت، خصنا شي معاونه للبوبريا، وحنا ما عندنا جهد، ما خلينا فيه مشينا، ما خلينا الناس اللي هضرنا معاهم، كل واحد شنو كيقول لك، كل واحد شنو غدا، واخا طايحين كيديوها مسكين، حتى واحد ما تف فيه، ما عقل عليه ما والو، وعاد تشوف فيه ان شاء الله ربي سبحانه وتعالى، والمحسنين اللي قلبهم اللي في قلبهم الرحمه، اللي كيحس بخال المسلم، اللي ما كيحسش كتسمى هذاك ربي يشوف من حالو، عاود يشوف من حالو، الله يجيب الشفاء من عنده مسكين. امين امين. الله يفتح على شي بنت الخير مسكين، والله يعطيه شي راحه، بوبري فيه الحرق كيتقطع بالطرف بوبري هنايا، وحنا كنشوفوها ما عندنا جهد. اذا كما كتشوفوا متسبعين، هذه الصور غنيه عن كل تعليق، معاناه ديال هذا الشاب 25 سنه مع مرض السرطان في الرجل ديالو الايمن. نتمنوا المحسنين والايادي البيضاء انهم يساعدوا هذا الشاب، الابل ديالنا كاملين، الله يشافيه، والدعوات ديالكم. كنا معكم مباشره متسبعين قناه شوف تيفي من تطوان من حي ربع ساعه، الى اللقاء في مباشر اخر.